مينا فام الكلمة كلمتك. مسو تسمع حسو. يا الروس يا جايين يا وجايين هاو جايين. يا الروس يا جايين هاو جايين هاو جايين. تونيزي يا تونيزي معك ربي من يبيت. استناو في التسعين باش نقولوا هاو جايين. طب لو بنتين في اللي دين هاو جايين هاو جايين. لوك وجواجي فرحانين يوم جايين هاو جايين. سبع أيام وسبع ليالي يوم جايين هاو جايين. يا روس يا جايين يوم جايين هاو جايين. تونيزي يا تونيزي معاك ربي من يدين. ساو الجان يا جايين يوم جايين هاو جايين. بلغو خبقاب في الساقين يوم جايين هاو جايين. سفزاينا ودنبرينا يوم جايين هاو جايين. تهريستنا ولبلابينا يوم جايين هاو جايين. ياي مالا قلتوا لي جايين؟ هايش بيه انا جايين. لا ماشيين ومشينا فيها مش هكا. ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها. اي وبعد التركيبة متاع المجموعة اللي طاح فيها نصر قرطاج حالة من الاحباط الكبيرة في صفوف الجماهير التونسية. لما لقيت الحب وايامي حلوت فجأة حبيبي راح يا فرحة ما تمت. يا جماعة عاد مش للدرجة تيش بيكم يا اخي تسبقوا الخير وخلطوا عليه يا ديني. حتى كان ما خلطوش مثالش لسانسيل سبقنا حاجة باهية. ما فهمتش معناها توا احنا مقلقين خاطر المجموعة فيها لانجلتير وفيها بلجيكيا وفيها بنما. بون نحاولوا نغزروا نص الكاس المليان راو. بون تقولوا لي لانجلتير كبيرة بلجيكيا زادة اكيب كبيرة بنما تتسمى كبيرة ما نجمو نسيلكوا روحنا فيها. شوفوا هو الفايدة اللي احنا ماشيين لروسيا وانتو ما وجعتوا لنا روسنا. يا روسيا هانا جايين هانا جايين هانا جايين. انفا هاكم مشيتوا جوست نصيحة صغيرة الولاد حاولوا لفاليز ما تكسروش منهم. شوفوا انتم عملوا على ربي وبر وكان سلكتوها ومشيتوا للدور الثاني توا نخلطوا لكم لفاليز اخرين. سينو هاكم ما تعبتوش وما هزيتوش معاكم برشة باش ما تعرفوا عاد المطارات والريق متاع لفاليز والبوا الى اخره. عدت سيمتو المعاملي يا وجي. عدو الزيام تور المعاملين يو جايين هاو جاي. عدو الزيام تور المعاملين يو جايين هاو جاي. سيدي محرسهم نسين يو جايين هاو جاي. خمسة وكانون على عينين يو جايين هاو جاي. القورة مش كان في السعبين يو جايين هاو جاي. عدو الزيام تور المعاملين يو جايين هاو جاي. يا روس يا جايين يو جايين هاو جاي. شوف الفايدة عنا القليب وبش نلعبه وبش نربح حرا. حتى كان مربحناش ميسالش لسانسيال عنا روح رياضية واحنا معروفين بالروح الرياضية. ابخي طول فايدة انه احنا شاركنا في كاس العالم وعدلنا مع ليبيا وترشحنا باهي ترشح ساعات. نرجع نقوله شوف هو راه ما احنا معروفين بالمظاهر الشعب التونسي والفايده ترشحنا. اللهم على معانا يا هنانا يا بنانا. باش مره اخرى 20 سنه لقدام كيف نغزروا الصغار ونقول لهم راهي تونس ترشحت الكاس العالم 2018 في روسيا وانتو ما وجعتوا لنا روسنا بالدب الروسي المزاز الروسيات الى اخره. دوروا دوروا يا خويا وتبقى لكم كان الثعلبة التونسية اللي ترجعوا لها. ابخيتو مش باش تطولوا في روسيا ويا اخي انتم ماشيين لروسيا مو كالعادة تشوفوا بعينكم وتموتوا بقلوبكم. اي نرجع ليسونسيال الاولاد ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله مربوحة وخلوا عندكم القليب. اي ما احنا معروفين نلعبوا بالقليب وكملوا. اي وان شاء الله مربوح وكهو. كيف تصفي هذه المباراة؟ والله لو ضاعت
جماهير وراك آلاف وملايين. معنا والدب كان غني معنا والدكة انزت عب الخوف والرب كان حب الروك ولا في الشبكة اي هاو الحسو هانا وراكم بار والثار ويقفين معاكم كلها تسأل على حالكم في العليل نحبوا الروكم يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير في راجي بيبري عطبنا والبنتين لصوت يا مين أفهم؟ الكلمة كلمتك.